FM, émission impossible. برهان بسايس. يلا هذه 8:09 دقائق على أنغام. أعطيني حريتي أطلق يدي الأم كلثوم وأنا بتنفس حرية جوليا بطرس. وظل لي أنا آخر واحد راني نحب الحكاية هذه ولا بجد ما يعني أنا لاني جزيرة لأن أنا الشعب وأنا الشعب أنا مانيش اليوم باش نولي فيها ثوري. أما اليوم العباد تضطرك ما حبيناش حبينا اليوم الحديث يكون على 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 زيارة الرئيس على مشاغل العباد على الواحد على الترينو على الاكسيدون على العباد. علاش اليوم هذا الاكسيدون رقم قديه حسين انت في وانت خدمت على الشمندفير والحكايات هذية على البنية المهترقة على على الفلايك اللي للشبيبة مازال تحب تغادر نلقاو احنا هان في أم كلثوم اعطيني حريتي وفي بتنفس حرية سي 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 نجيب الدزيري. علاش حاجات مجانية تقع نقطة استفهام كبيرة وعلاش وكيفاش الله أعلم. يلا إيميسيون امبوسيبل الجزء الأكبر فيها باش يكون لمحاولة فهم شنية الحكاية هذية وراء الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني. اليوم هك تشوف تقريبا محل إجماع تتهاطل علينا اليوم المكالمات متاع معظم الفاعلين السياسيين معظم الفاعلين السياسيين يعني كنتوا تسمعوا في زهير المغزاوي بزيد على زهير المغزاوي على 25 جويلية اللي بقى العمود الدعم السياسي الرئيسي في العملية هذه الكل وهك تسمع زهير المغزاوي الشي يحكي حاجات من الوقت اللي قاعدين نضيعوا فيه تحكي على الأعوان 10 أعوان أنا متأكد 10 أعوان نضيعوا لهم في وقتهم ماشي زياد الهاني على كلمة قال في الوقت هذايا اللي الإرهاب هاكم تشوفوا فيه البلاد ما زالت مهدة موسم سياحي نحبوا نحميوه سرقات يومية الوضع الأمن الاجتماعي بتاع البركاجات وبتاع الحكايات هذية بتاع العنف المستشري يعني هذا وقت نشغلوهم. أنت قلت هذه ما قلتش نولي ونحلوا في الكلمات ونحلوا في القصائد ونحلوا في الكذا نحلوا في النص القانوني يلا 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 ان شاء الله ما نحلوش ام كلثوم في يعطيني حريتي ان شاء الله يلا لانه باش نغادر انا فقط نخليكم لانه ما كنتش نجي انا اليوم لكن ليه حبيت نقول راه في الوقت هذايا بالحق ومن غير انه نكونوا في نظره ورديه وكليشيات راهو بالحق بلادنا تحتاج انه نكونوا كلنا مع بعضنا كي نقول كلنا مع بعضنا مش معناها الكل بلون واحد مش معناها الكل سير سير لا الكلنا مع بعضنا بالرغم الاختلاف الكلنا مع بعضنا نقبلوا بعضنا هذا كليشيه نعرف جورو نقبلوا بعضنا. أنا جورو جوان في حاجة جورو جوان خطرتها باش نسمع التعليق هي 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 واللي عمل له رفيق وريسه ما عمل شيء. أنا جورو جوان جورو جوان نجيب شكونوا واضحين أنا من مدرسة ولازلت أقتنع بها لا مجال زاد اخويا مع رموز دوله احنا شفتك اللي انت بتيتر مراد انت ولد تحب الحريات الليبراليه ودرا شنو انا ما كنتش فرحان وقت اللي بداوا يحكيوا على الكوش بتاع المرحوم بجقايت سيره وهذاك كان وهذاك ما لازمش نفتخروا به ولا نقولوا هاو كان هاو كان هاو كان كيف كيف الرئيس الحالي اليوم تكون معاه تكون ضده رمز من رموز الدولة ولا مجال معناها إيران ما تهلكت الدولة شادة في قشة نزيدوا نحن نلعبوا باسم كذا والله إيجا نفدلكوا على فلان كيما عملوا مع مصف مرزوقي كيما عملوا مع كذا هذاك عليه الدولة تريت ليه تكمل الكلام باش نكونوا واضحين يعني إيران راهو البلاتو لهنا مسؤولين وعلى رأس العباد المسؤولة في البلاتو زياد الهاني هو اللي بان يقري في الشيء هذايا يقري في الاخلاقيات الصحفيه ومستحيل يب 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 واليوم ويقول سامحني الكلمه معايا نجيب كما قال لك نجيب حياتنا كامله نختلفوا على رئيس الجمهوريه علينا نجيب كان حس انه فما اساءه رئيس الجمهوريه باش يسكت ولا باش نظر ضحكنا على خاطر الحكايه كنا نحكيوا فيها في الاوف على ساركوزي وعلى ماكرون وعلى كذا والمثال اللي استعملوا واللي يقول لك حسين مشتق من نص القانون اللي هو الخدش الحياه في الموضوع هذايا مشتق من راس القانون ولم يكن في بال احد وعلى راسنا زياد الهاني اي حديث على الرئيس هذا كلام تو احنا في ابار رموز الدوله وابار الواحد هذه اخلاق اخلاق تعودنا عليها ولازمنا نعودوا عليها المجتمع. برين حبيت كمل حاجه شفت انا قبليك حكيت على ممارسات سابقه في تونس نزيد لها ممارسه اخرى نفتخروا بها يا سيدي مش نفتخروا بها تعتبر في تاريخنا احنا عندنا رئيس جمهوريه حالي مشى المكتبه شد في يده غلاف كتاب اسمه فرانكنشتاين فيه كاريكاتير نتاعو وقال لهم لا مجال للرقابه هز صحيح ولا كلامي نجيب شكون في مكتب الكتاب فما رئيس جمهوريه في العالم العربي يهز كتاب يقول هذا كتاب شوف مخيبني في الاون هذيك اما هذا ما يتمسش ما يتمسش عندنا تقاليد وليت عندنا تقاليد بعد 2011 شكون يحب يفسدها نستحفظوا عليها تقول انت سي نجيب فما شكون يحب يفسدها يا خويا اعطيونا الدليل
أنه الناس هذية ما تخليش الوضعية متاع إنسان مريض مازال موجود في الحبس. نجيب نجيب نعطيك الكلمة حسين كيف كيف، خليني مع جات أسيرونس توا. جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. يلا لمدة يوم 100 يوم مين عم 100 يوم جات أسيرونس باش دل الحرفاء نتاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين ولا أكثر، وتهديلهم كارت كاربورون توتال إنرجي بقيمة 500 دينار. التراج الصور عملته جات أسيرونس بحضور عادل المنفذ، الرابح معانا اليوم هو سي محسن، محسن شوانين. سي محسن صحيح ما هكا اللقب؟ هذاك هو محسن شوانين خويا. شوانين الله الله عليك، هذا لقب شرقي، هذا هذا نتاع 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 ممثل مصري انت ورشدي اباظة كاينك مثلت هكا ولا سي محسن؟ خويا انا من الجنوب ما نعرفش منين ينحدر اللقب هذايا. اكيد قبيله من الشرق هذا على ما اظن، وكان نجيو نشوفوا عندنا رانا نسب كبير باليمن راهو. سي محسن شوانين نتشرفوا فيك. سي محسن منين تحكي معنا؟ عايش بارك الله فيك. منين تحكي معنا سي محسن؟ الو وي منين تحكي معنا؟ من اي مدينه؟ وين توا انت؟ في تونس في الاداره توا. في الخدمه. في الخدمه. اش تعمل في الخدمه سي محسن؟ موظف في صندوق الطاقه. يا باهي ربي يقدرك وربي ان شاء الله يكون معاك. انت سي محسن اسيوري في جات اسيورونس فانا اجونس. اجونس اللي مقابله البنك سنترال. هذيك تاع سنتر فيل. اجونس نسرين هويدك هكا. الله الله عليك، فرحانين بيك عاد 5 سنين تبارك الله، امور مريقله، لا قلقتهم لا قلقوك. انا انسان راجل كبير نمشي واحده وربي يستر. هذاك الصحيح، السرعه من العوامل اللي نهار كل ما تصلحش ناخذ وقتنا ونمشيو في عقلنا ونوصلوا في عقلنا بالضبط. هذا هو. يعطيك الصحه يا سي محسن على خاطرك السائق المثالي جات اسيرونس حبت تفرح بيك وتهديلك كارت كاربورون توتال انرجي بقيمه 500 دينار. مبروك عليك يا سي محسن شوانين. عايش بارك الله فيك وبارك الله فيك. شكرا. يلا هذه كانت جات اسيورانس. جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. انفو ترافيك ونرجعوا. اي اف ام انتم تسمعوا في اميسيون امبوسيبل برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو. في 8:19 دقيقه ايميسيون امبوسيبل تضطر، مش محبه، ما نحبوش العباد في بوشوشه ومرتكبوا حتى جرم اللي في بوشوشه يلزم اللي براكي اللي يقتل اللي اعتدى على ملك الغير اللي عمل هذو كما زياد الهاني. يلا اليوم العنوان الأبرز إميسيون أمبوسيبل هي الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني. تفاصيل تقريبا عندها لأنها الوحيدة من المحامين اللي شافت زياد الهاني البارح ودخلت وباش تنورنا في التفاصيل القانونية. سيحال بناء على أي فصل سئل على شنو بالضبط، ما هي جريمته، ما هي تهمته. معايا على الهواء مباشرة الأستاذة دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع على زياد الهاني. أستاذة دليلة صباح الخير. صباح الخير برهان وصباح الخير لكل مستمعينك ومجتمعاتك. أستاذة من المحامين الكل، أنت اللي تمكنت من الدخول في الثواني الأخيرة من التحقيق بالضبط شرقيت شنية، أنت ديجا اللي أعلمت وسائل الإعلام وأعلمتنا بقرار الاحتفاظ بزياد الهاني، عندك شي فكرة شكون اللي أثار الدعوة؟ دعوة بناء على معطيات زياد جاوب؟ بماذا سئل؟ بماذا أجاب؟ شنو بالضبط معناها طلعت أنت على التحقيق؟ الحقيقة ما تمكنتش من الاطلاع لأنه تم السماح لي بالدخول بعد ما تم التحقيق وبعد ما تم اتخاذ قرار الاحتفاظ من طرف تلك الجمهورية. وكان دخولي ليس بصفتي محامية باش نحضر معه في الاجتماع كما يخوله القانون وكما تخوله المعاهدات الدولية الكل. تم تخلي لأنه هو زوجته رفضت على الإمضاء على قرار الاحتفاظ، وانا قالوا لي مدام زوجته رفضت هو طلب انك انت تجي. قلت له انا ما نصححش على قرار الاحتفاظ باعتباره انه تم حرمانه من حضور المحامين. سالت زياد مباشره
ما خلاوش يقعد معايا برشا معناها الحكايه كلها يمكن 40 سكوندة. سالته قلت له زياد انت رفضت حضور المحامين؟ قال لي لا ما رفضتش، انا طلبت حضورك انت والاستاذ العياشي ملي وقفوني في الدار وعلمت بنتي. لكن توصلنا لهنا قالوا لي تحب نستناه ولا نبداو؟ قلت لهم نجموا نبداو في انتظار التحاق المحامين. وقت سالوه سؤال هذايا برهان احنا كنا لبرا وقتها موجودين، ما قالولوش محامين راهو موجودين برا يستناو. دونك اعتقد زياد كان يعتقد انه ما جيناش، كان في انتظارنا يعتقد انه ما جيناش، وصار التحقيق معاه بدون حضور المحامين نتاعو. على هذاك رفض رفض زوجته، ورفضت انا نضع على على قرار الاحتفال. اي لدليله ما عندكش فكره بالضبط على شنو هو؟ حقيقه ما خلونيش نتكلم معاه، لكن سالته كمان معني هكا بشويه فورسينغ عملت. قلت له علاش سالوك علاش وقفوك؟ قال لي على خلفيه التصريح اللي عملته صباح في اي اف ام وقت فسرت مفهوم الامر المحش. نعم نعم. وشنو هي التهم اللي توجهت له بربي وبناء عليه فصول قانونيه؟ قلت لهم اعطيني شنو على اي اساس وقفتوه، شنو فصل الاحاله؟ ما حبوش يعطيني حتى معطى، فقط اخبر لي هو قال لي دليله ما تخافش الحريه عندها ثمن وبس، وهزوه ما خلونيش نكمل نحكي معاه بكل. بربي لا دليله هنا لا في اطار التزايد، والعباد للاسف الناس اللي كانت راقده في ديارها، وزياد الهاني اختار انه ينظر حياته للحكايه هذه. قصه الحريه صحيح غلط، التاريخ سوف يحكم. يضحك كذا كي نجبدوا الوضعيه الصحيه، سامحني كي نجبدوا الوضعيات الصحيه تعودوا على الوعكات ها 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 وهاي وعكه. زياد كلنا نعرفه، احنا كنا شهود عيان لهناك يصيب بحذانا معناها بجلطه كادت تودي بحياته. الحمد لله تم انقاذه في الوقت المناسب، وانت تعرف وضعيته الصحي ابار المرض الخطير هذاك. عليه انا بالنسبه لي نحب نسالك، انت شفته شنية وضعه، شنية الوضع البدني الصحي بربي دليله؟ ما هو جيد، ما هو جيد الحقيقه. لسانه ملكون ثقيل، لسانه ثقيل كما تعرف، وجهه اصفر وقت جاك العوار نتاع الجلطه، لانه هو حاشاكم المرض الخبيث اللي عنده. نعم. يسبب له جلطات يعني متتاليه. علمت رئيس الفرقه وحملته المسؤوليه الحقيقه، قلت له راهو عنده زوز امراض، زوز سرطانات، سرطانات خبيثه، وعنده مرض السكري وهو خاضع للانسولين. قلت له نحبوا نعرضوه على الفحص الطبي وتتم متابعه صحته من طرف مختص في الامراض الهضيه. قلت له طلبت منه انه يسجل محضر، هذا كان في محضر. قال لي لا من غير محضر يا استاذه، لكن وعدوك وانه سيتم عرضه حالا على الفحص الطبي. ان شاء الله ان شاء الله يكون حصل وقتها تنجم تعرف المعطيات لدليله، سواء متعلقه بالملف سواء بوضعيته التو الصحيه وين موجود. عندك شي فكره في بوشوشه او احتفظ ب الى بوشوشه؟ تم نقله يتم احالته على كل الجمهوريه. نعم. يوم الخميس غدا، معناها الاحتفاظ مده 48 ساعه. انتم اونتر تو ما نعرفش قانونا، فسر لي انا ما نفهمش برشا، من حقكم تطلعوا على الملف ولا ما تنجموا تطلعوا عليه كان بعد الاحاله على وكيل الجمهوريه؟ بعد الاحاله لا نجموا نطلعوا على ملفه، لا نجموا ندخلوا له ماك لا ما لا حد شيء، معناها هو تويكا بين ايدين السلطات الامنيه ولا السجنيه. صحته أمانة عندهم. نعم. لازم يتم أخذ الأمر هذا بجدية. نعم. كبيرة. نعم. لأنه ليس بالتزايد بالكل، زياد الهاني عنده أمراض خطيرة. نعم. ومفاجأة معناها تنجم تتعكر حالته. نعم. بصفة. نعم. مفاجأة من غير سابق انذار. نعم. كل اللي نجم نقوله أنه الحقيقة والله الوضع أصبح لا يطاق، معناها واحد شد سيب شد سيب، كل يوم عنا نقوموا على اخبار الايقافات، نركضوا على اخبار الايقافات. احنا تو بعد ساعه عندنا سماع احاله على التحقيق للاستاذه اسلام حمزه على خلفيه تصريح على سياره التعذيب. معناها في اطار اداء مهامها. يعني الوضع اصبح مقرف وغير وغير غير مقبول، معناها لازم استفاقه، لازم استفاقه من 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 اعلى هرم السلطه الحقيقه. ما نجمش البلاد تتحول والعباد تتحول معناها تمشي في الحبس فوق راسها، ما تعرفش على روحها وقتاش تدخل السجن على اي تصريح على اي كلمه تقولها. ماكينه تتحرك بشكل كبير.
لازم استفاقة من المجتمع المدني، لازم استفاقة من الأحزاب السياسية، لازم استفاقة من الشعب التونسي، لازم استفاقة من سيد قيس سعيد. الحقيقة مش ممكن أنه تتحول تونس جميلة، تونس الباهية، تونس الفلكة، تونس التنبيه، تونس الجو، إلى تونس الغمة وتونس الحبسات وتونس التحقيقات وتونس البريغاد وتونس، يعني ولينا حقيقين هذي صباح ولي بحشية مش واضح. معقول يعني واضح. واضح استاذة دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن زياد الهاني، شكرا جزيلا لك. حسين، شوف انا من الناس اللي تؤمن انه كثره الحديث على حريه التعبير والاعلام لا تعني المواطن التونسي بشكل واضح، فما معارك تعني تبدا تضحك بو انا متاكد ها وعيش بيه وشنو هي المشكله وما يعرفوش راهو على فكره شكون هو كيفاش ولا علاش ما لكن الجهل يلتقي لكن احيانا بالتفاهه والحقد، لكن احيانا نوصل لمرحله عرفت انه نستنجدوا بها بالتونسيين، قولوا لهم راهو زياد الهاني وهو نموذج جيد ومثال واستاذنا وصديقنا وقدوتنا، يقدم اشتقاد تعمل صحافة في تونس، شخص يحاول الدفاع عن حقك في المعلومة، عن حقك في أن تفهم ماذا يحدث وأن يفسر لك نصوص القوانين، يتم بسرعة إحالته على القضاء، معنى الفرقة تمشي له في أقل من ساعات، تهزه من داره وتحطه في العوين ومن العوين يتعدل البشوش، يتم التنكيل به، وخليني نقولها بشكل واضح وصريح، التنكيل وقت اللي ترفض محاميك يكون البر وترفض القوات الأمنية ويرفض البحاث بعرفت الماء واحد الباحث السماح لهم بالدخول، هو تنكيل وهو تحايل وهو مخاتلة وفساد دولة. هذه الدولة كانت تعمل في فخاخ المواطنة، وقت يتم التشهير ويتم الضغط عليه ويتم عدم المراعاة وضعه الصحي، والتوانسة اللي يسمع في البرنامج لهنا والمتابعين لي افام والمتابعين لي افام تي في كانوا شهود عيان، مش انتوما برك راهو هذا الخطأ متاعكم تقولون احنا شاهد، مش انتوما التوانسة اللي تفرجوا عليكم والتوانسة اللي شاهدوا الحصة اللي فيها زياد الهاني لهنا على الكرسي هذا، جاته نوبة وخرج من هنا في سيارة الإسعاف للكلينيك وقعد 24 ساعة تحت المعناية المركزة والمراقبة، وقت اختطر سبب جلطة، يعرف وضعه الصحي، السلطة تعرف وضعه الصحي، الناس كل تعرف وضعه الصحي، وقت شخص وضعه الصحي حرج وأنت تصر على التنكيل به، ماك إلا وسامحني في الكلمة عقلية عصابة ماكش عقلية دولة. بمعنى العصابة أن تنتصر ظالم المظلوم لكل عرفك أنت بمنطقك، أنت تنتصر لروحك تنتصر لنفسك. الحديث اليوم على أنه الرئيس يتحمل مسؤولية مش بتحمل مسؤولية حديث مجانب للصواب، الرئيس يتحمل المسؤولية لأنه هذا الفساد، هذه المحسوبية، هذا التقرب اللي الناس تحكي عليه ما كان ليحدث لو أن الرئيس وضع حدا له، لو كان الرئيس مشاب في مسار لبناء مؤسسات مش في مسار لبناء مجد شخص. اليوم كي نحكيو على شخص نكلت به الدولة التونسية، كنا نسمع في محامين يقول لك تم رفض سماح لمحامين الدخول، تم التنكيل به، تم المخاتلة، علاش يا نجيب وانت لهنا حاضر وتعرف ايش كان يقصد زياد؟ انه عمره ما كان يقصد قيس سعيد ولا غير قيس سعيد، كان يتحدث على نص قانوني. ماذا يعني الحاشية؟ مفهوم الحاشية اللي قاعد يتشكل عنا في تونس ومفهوم انه ولائنا للفرد مش للدولة ومش للمبادئ، أدى لأنه شخص كما زياد الهاني شخص فناء عمره للأسف هناك ولاء للفرد لأن في تونس ولا عباد ولا ولاء القيس سعيد مش لتونس، عباد ولاء القيس سعيد مش الشعب التونسي مش للمجد، قيس سعيد هو اللي مش حقق أحلام التوانسة دي، ما عندها توش بها تهمة أحلام التوانسة زياد الهاني في الحبس، أحلام التوانسة أن كل جزء من المحامين في الحبس، أحلام التوانسة اللي يقول كلمة وينتقد منظومة السلطة دي، ما فهم حتى واحد توقف على رأيه في تونس، لا أرجوك أرجوك ما فهم حتى واحد ما لنتنضي يتو يتسايب ما لنتنضي زياديني ما لنتنضي حد ذاته قرأوا كارثة رفاهم، ما فهم حتى الوحيد زياد الهاني وموقفه موش في الحبس، الوحيد زياد الهاني ما تركبش هذا على هذا. زياد الهاني 48 ساعة يشدهم في الإيقاف لسبب أنه شخص حاول يتزلف للسلطة، فهموا بالغلط عادي، ما يتحكمش السيد هذا اللي غلط، ما يتحكمش اللي رفض يمكن محامين من الدخول، ما يتحاسبش. هنا سمعنا رأيك تقول ننظروا فيه سمعت رأيك مش تسمع رأيك مش تسمع رأيك التوانسة والتوانسة تذكرك مليح بين عليه 23 سنة 68 بين عليه 23 سنة بين عليه 23 سنة بين عليه 23 سنة بين عليه 23 تغشوا عليه التونسيين تمعيز ولو صاروخي ماشي 68 بالمئة صبر التوانسة هم اللي اخذوا قرارهم في قاعدة اسمه في سبين عليه، التوانسة كيف كيف راو عندهم صبر راو يوالوك يدافعوا عليك ينتصروا لك، ولكن وقت يوصل مرحلة انه صبره ينفذ ويرى الظلم ويرى البهتان ويرى الدولة كيفاش تصبح جائرة وظالمة
يدور عليك هو قبل غير لا للدولة الظالمة وجيرة لا للدولة الظالمة وجيرة إذا استمريت بالوضع هذا لا للدولة الجيرة والظالمة به خليني تو من نجي به حسين عطار هاي قل لك هاو المشهد هاو الشيء هاو البوزل كيف هيتشكل أعطيني أنت بوزل عملية من نوع هذه بتاع إيقاف زياد الهاني في وجهة نظرك أنت كيف تشكل بالضبط شكون أنت مع نظرية التزيد من من من, من بعض المحيطين التزيد من بعض مؤسسات الدولة هاي مش نقرب للرئيس لقد تشتم أن هذه فيها زعم إهانة الرئيس خرد حكاية مش نظهر روحي قاعد نخدم وكذا أم مسألة أخرى مراد صغير يقول لك لا وجهة نظر حاجتي بدولة فيها مؤسسات مش مزاج شخص انت كيف تقراها الحكايه انا كيفاش نقراها انت شديت ما لونطوندو واش تقصد بها ما لونطوندو ولا سوء فهم وقال ويقول لك حسين يا لا سوء الفهم اللي يؤدي العباد الى 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 سلب حريتهم يا سياده الرئيس قيس سعيد انت استاذ وانت درست القانون انت اللي مشيت لدار الصباح ما حبيتش تسكر انت اليوم راعي الحريات وراعي حريه التعبير انت مشيت للصحافه انت حبست بيعه شمس افيب سيد الرئيس الاستاذ قيس سعيد اليوم وقت اللي البارح مشيت للصلح الجزائي قلت معركة التحرير الوطني في معركة التحرير الوطني نحن جنود البلاد هذية نحن جنود البلاد هذية نحن الجنود اللي باش نحرها البلاد هذية نحن باش نحرر البلاد هذية باش نحررها من مغتصبينها من لصوصها وحراميتها بقيادتك انت سيد الرئيس بما يعنيه الموضوع لازم يكون واضح زيد الهاني يا سيد وكل جمهورية زوير بن عبد الله زيد الهاني لا يقصد المس من الرئيس قيس سعيد باش نكونوا واضحين باش ما نحطوش هذا على هذا باسم اللي عنده متآمر على من الدولة يحب يدخل زيد الهاني باش كل حد نعطوه اللي يحب زيد الهاني يقول الحقيقة الحقيقة اللي زيد الهاني ما يقصدش قيس سعيد في الموضوع بتاع البارح فسر في نص قانوني لا معنتها سبب الضحكة بتاعنا كيفاش قال الصبات على بوش قلب العالم هاو بالضبط علاش حقنا نحن وهذه شهادة للتاريخ بما يعني ما لانتوندي دجم تكون النيابة ارتأت مع انت كيرت الفيديو هذاك ما كملتش اللي يتبع الحصة كاملة يعرف لزيد الهاني ما يقصدش الأستاذ قيس سعيد ما يقصدش الأستاذ قيس سعيد مع انت انا في تقديري في الدولة اللي نعرفها الدولة اللي احلم بها الدولة ندفع عليها لقيس سعيد وكل جرف ودفعت عليه امس وندفع عليه اليوم وباش ندفع عليه غدوة لانه هذاك اللي باش يبني لي بلاد في ذهني هنا ينجم يعيش فيها ولدي يعيش فيها ولدي مرفوع الراس يعيش فيها ولدي من غير ظلم يعيش فيها ولدي من غير قهر يعيش فيها ولدي من غير كناطريه يعيش فيها ولدي من غير فساد سياسي يعيش فيها ولدي من غير فساد هاو نيل دحلم بالدوله اللي نحلم بها ما تعيش معاكم تعيش 68% 68% اليوم قيس سعيد معناتها الشعب عاطي ثقه في الانسان هذا ولهذا سيد الرئيس كما تدخلت سيادتكم في نابل اليوم وضعية زيد الهاني لا علاقة له هل يحبوا يركبوا هالك سواء بحسن نية ولا بسوء نية زيد الهاني لا يقصد الأستاذ قيس سعيد وبرهان مش نوضح حاجة ريتها اللي دافع على قيس سعيد أول واحد في تونس في وسائل الإعلام العبد لله نخدم في الحوار وقتها واحدة كلمة أبول وقت نخدم في الحوار التونسي الوحيد في تونس بدأت ندافع على مشروع الرئيس قبل 25 جويلية في قناة الحوار التونسي معناتها بدون مزايدات لا أسمح اللي أنا في بلاتو ولا أنت حتى مقدم برنامج باش مس من رموز الدولة معناتها سواء على الباش يقبل ولا على المنصف المرجو قبل ورغم اختلافي الكبير معه وإني ساعدت الجلطة مي في الدولة عندها نواميز ولهذا باش ما ندخلوش باش الجزيرة ما تهبطش اخبار وباش باجيت النهضة ما يروجوش ولا فيديوهات من هنا ومن غادي وركب من هنا ومن غادي يلزم نحطوا الأمور في نصابها كما هي ونحكوا الحقيقة كما هي على ذاك أنا متأكد بقيادة الحكيمة بتاع قيس سعيد زيد الهاني نهار الجمعة باش يكون نهار الخميس وقت اللي تعال باش يكون بحث صغيراته ومرته ربي يشفيه الموضوع الثاني يا برهان تحكي عليه نقطة برك على صحة زيد سامحني على صحة زيد ثانيتين عندي الأخبار أنا شهادة لأنه زادة ينجمش يكون يحب يكونوا زيد هين القربان معناتها أنا النجم نمشي بالتأويل الفراسي والمؤامرة الفراسي يعرفوا زيد الهاني مريض تونس كل تعرف زيد الهاني مريض تونس مرة تناقش تنوياه التوضى مني أنب فيها على ذلك ما نحبش نناقش زيد على ذلك النجم لز الحسين ولا لز المرض زيد الهاني نجنبه لأنه أول عام وقت اللي لزينا شوية تجلط هنا في البلاتو يا سيد الرئيس
مع تحيات زيد الهاني في خطر مرة تجلط لهنا لمجرد نقاش معاه. بالضبط. ولهذا معناتها ينجم اللي يوقف زياد كان ما عندوش معطيات هك سمعت المعطيات. معناتها هذه روح بشر يلا وروح يلا. صحافي حر. حسين تو نرجع لك لك بعد الأخبار. هي يلا 8:39 دقيقة على الهواء مباشرة معايا السيد وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين. سيد وجيه صباح الخير. صباح الخير برهان، مرحبا بك بكل عبد نجيب وبحسين كيف مستمعين. مراد مستمعينا انه غادرنا الالتزام الشخصي. هو اليوم كان المفترض زياد هو اللي يجي، لكن زياد الله غالب في مكان اخر غير طبيعي، جاء مراد وعوض وعنده التزام شخصي وغدرنا. يلا سيد وجيه، موقف نقابه الصحفيين. والله موقف نقابه الصحفيين واضح، احنا كنا البارح موجودين على عين المكان والامر متوقع، الحكايه متوقعه هذيا. علاش متوقع؟ علاش اتوقف لك علاش متوقع؟ خاطر وانا بربي بين قوسين نحب نعلم مستمعين برايي الشخصي في وجيه الوافي، معناها باش ما يحصلش لمزايدات لشيء. انا معناها استضفت وجيه ممثل النقابه، لقيت شخص متوازن، كل حاجه يعطي في حقه، حيا رئيس الجمهوريه وقت اللي مشى للصباح قال هذا شيء كذا، في قضايا اخرى تتعلق بالحريات. معناها هذه مش عبيت نجم كل العنزه والا باش يقولوا تضامن قطاعي وصحافيين في بعض، ولو مش عيب زاد صحافيين في بعض. هذا بالنسبه لوجيه تفضل استاذ. احنا يعني نقول المحسن احسن، يعني كل حاجه تعطيه حق برهان. مانيش احنا مانيش في عركه، مانيش في يعني ماهوش بازار. احنا راهو احنا في دوله نعيشوا وفما مشاكل لازمها تتحل بال السياسه بالتفاوض بين ذلك. علاش متوقع اللي صار زياد؟ لانه صار قبل، خاطر زياد البارح تبحث على خلفيه المرسوم 54 سيء الذكر هذايا اللي راهو اليوم قلناها احنا قبل وقت تحالت زميلتنا منير العرفاوي وبرشا زملاء اخرين في الجرجاني، حذرنا من المرسوم هذايا، قلنا راهو ولا سيف مسلط على رقاب الجميع اليوم في تونس. يعني اليوم انت حتى تتكلم اي كلام، يعني كما نسمع في الجماعه يحكيوا بعدك، يعني زياد يفسر في حكايه ما عندها حتى علاقه برئيس الجمهوريه قيس سعيد، يحكي على القانون على رئيس الجمهوريه في المطلق. اليوم تنجم انت تتكلم في اي موضوع عيطوا لك على خلفيه المرسوم 54، وهذا كنا حذرنا منه حتى في اليوم العالمي لحريه الصحافه 3 ماي، كنا حتى الشعار اللي عملناه كان على المرسوم 54 في الذكر. ومانيش باش نخوف يعني الصحفيين ولا الحقوقيين، لكن راه مازال باش يصير اكثر من هكا ما دام المرسوم هذايا مازال موجود. المرسوم هذايا اي انسان اليوم يتكلم ينجم يتأول كلامه كما يراه، كما ترى النيابه العموميه ولا كما يراه الباحثين، يعني يراه المرسوم هذا هو اختار وزاد ولا اختار اكثر، زاد ولا اختار اكثر على على على, على رقاب الصحفيين والحقوقيين المنادين بحريه التعبير والصحافه والاعلام والى ذلك. مجلس نواب الشعب كان تعهد انه باش يراجع المرسوم هذا. بالضبط. سمعنا الامين العام لحركه الشعب احدى اهم الكتل في البرلمان قال لك هذا باش يكون عندنا برنامج في البرلمان لمراجعه الحكايه هذه. كانوا حكاوا يعني باش يصير تعديل في خاطر برهان كل التفاصيل اللي صاير كل مع زياد هذه كل تفاصيل تو نلقاو لها حل وتو تتحل يعني بالمحامين اللي حتى تتحل ان شاء الله ويروح زياد. لكن الخطر الحقيقي هو المرسوم 54، لانه اليوم زياد غدوه ما نعرفش شكون، غدوه ما نعرفش شكون، شكون اقل حاجه اقل كلمه اقل تاويله كيرا باش يكون هذه ال 54 كما قلنا النقابه في علاقه بالملف زياد الهاني مش تكون موجوده من خلال محمد. بالضبط شنو ناويين تعملوا؟ والله موجوده بطبيعتها النقابه، يعني موجوده من البارح، موجوده بالمحامين، مشكورين الساده المحامين اللي كانوا حاضرين البارح. موجودين النقابه مش تكون عندنا اجتماع اليوم على خلفيه اللي صار مع زياد الهاني البارح.
وعلى خلفية ديما المرسوم 54 ديما نرجع المرسوم 54 يعني بعد الاجتماع باش يكون عندنا ان شاء الله ديان ويكون عندنا ان شاء الله تحرك طونا لكم واضح بيكون. واضح وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي نقابة الصحفيين التونسيين. شكرا جزيلا لك حسين. حبي تعقب على كلام نجيب؟ كلام زميل نجيب. نجيب وفاهم متفق معاه. اسمعني نجيب منسجم معه وانا متفق معاه تتفاهم راي نجيب وتحييه. وجه يثق في الرئيس قيس سعيد هذا حقه الكامل. وجه له رسالة واضح كان. شنو مشكلتك مع انه يخاطب الرئيس بهذه الرسالة؟ مش مشكلة غادي مشكلتي مع نجيب انه متفق مع اللي نعرف زياد لا يقصد بكلامه وغيره. ولكن يا سيد الكريم راهو لهنا نحن نتحدث على دولة على عقل ناظم على عقل بارد يسيطر او يمشي الدنيا بالمنطقة التونسية البسيط. اذا كان العقل هذا يشتعل على طرب وفلس سمحني في الكلمة معناها غير قادر على انه يمزج ويفهم تولي فما مشكلة. والمشكلة هذه باش تتعالج بانه يقصد ولا ما يقصدش مفهوم هذية امر موحش ضد رئيس الدولة او انك تتحرك لمجرد مقاضاة التعبير يتنح. لانه الدولة وربطها بشخص وانه اللي يحكي نجيب والقدر الدولة اللي قلت انت قدر الدولة رو عندك اقوى دولتين في العالم خذهم بالنظام. عندك الولايات المتحدة الامريكية الرئيس الحالي بايدن واللي قبله ترامب كانوا مادة للسخرية الاعلامية وكانوا محل نقد وتجريح وتقطيع واللي تحب عليه انت. الملك اليزابيث الثاني اللي كانت ملكة الامبراطورية لا تغيب عنها الشمس كانت موضوع للقلبس للتنبير للضحك وللسخرية وللتجريح العلم ولم يتحرك أحد وقال كونه فاعل موحش أو علاش لأن يعني الدولة تتركز على مؤسسات وعلى حق. ماي حسين وجهة نظر أخرى تقول لك بتبيع هذية انديبوندامون اولا ثانيا للالف زياد الهاني لا يقصد الى يحكي ويحلل في نص في, في نص قانوني. ماناش لهنا ماناش نناقشوا في الكاب تاع زياد. ماذا لو يقول لك الدول هذه ما تقارنهاش. هذه دول راسخه في مؤسساتها. انت دوله قش في قشه هواء زيد تكمل هذا الاعتقاد الوهم عن طريق هذا الاعتقاد الوهم انه الدوله التونسيه دوله لا قش. دوله تونسيه عمرها اكثر من 300 سنه. الدولة التونسية كانت مستقرة في كل المراحل بالانتقال من الدولة الحسينية جاء الاستعمار وقعدت الدولة ومشى جاء الاستقلال وقعدت الدولة جاء بورقيبة وجاء بن علي قعدت الدولة مشى بن علي وجات الثورة قعدت الدولة أعرق بالدولة الأمريكية. الدولة الأمريكية دولة راسخة. مشكلة الدولة التونسية أنه هناك مع كل عملية انتقال تبرز طبقة سياسية فاسدة. علاش تبرز طبقة سياسية فاسدة؟ لأنه لم نضع مؤسسات تحكيم ناجع. علاش اللي صرنا في هذا الكل؟ يعني ما حطيناش محكمة دستورية. جات 25 جويلية هذا هالشيء يعني ماشي مهم راهو يطالب 25 جويلية اليوم يحط مؤسسات ويلغي هذا النص القانوني الذي يستند إلى تأويل. شوف النص القانوني وقت يصبح حول مزاج الفرد لا يصبح نص قانوني يصبح صوت وعلى سلطة أنت نجيب قال لك إلى درجة هذية أنت ما عندكش ثقة في دولتك. دولتك عمرها 300 سنة باش تهتز معناها كلمة باش تولي وكذا في الواقع. قال لك اغزر ترامب اغزر بايدن أنا قلت له هذيك الولايات المتحدة غير تونسي. قال لي هذه الدولة أعرق. عليه تستبطن غياب الثقة في الدولة وفي الواحد الدرجة هذه. لأنه القاسي والداني يعرف اللي كي واحد تجبد مرته تجبد عائلته تجبد شرفه ويتجبد كذا. أنت يا حسين كان واحد يسب لك شرفك في الانترنت اليوم ولت على قارعة الطريق مع تسب العبد على قارعة الطريق راهو زاد الحرية بتاعك تفوق تبدا حرية غيرك. راهو مشيش نعتدي عليك وتسب لك مرتك نسب لك عيلتك نسب لك شرفك معناتها فما حوايج يلزمها تنظم. تقول لي امريكا وبريطانيا عريقة في الديمقراطية. يا سيد الكريم هذيك قضايا شتم وانت في القانون التونسي عندك الشتم والتشويه موجود. واضح. الفعل الموحش هذا نحيه لانه ما يعبر الا عن دولة متخلفة. عندي مجموعة من المكالمات واليوم راهي المكالمات نتاع ناس تطلب. عندنا حمل همامي يطلب, عبد اللطيف المكي يطلب, سيد كبير تاع فاعلين سياسيين يطلب. واعطيني الإشارة ونرجع. يلا 8:49 دقيقة معايا على الهواء مباشرة الأستاذ بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. أستاذ بسام صباح الخير. صباح الخير برهان, تحية ليك لكل مستمعاتكم ومستمعيك. موقف الرابطة أستاذ بسام. أول حاجة بصفتي أنا كمحامي وكرئيس الرابطة نعبر على دعمي وتضامني المطلق مع زياد الهاني ونستنكر هذا الإيقاف و
اتخاذ اجراء الاحتفاظ في حقه باعتبار انا وكبت من اول لحظات معناها عمليه ايقافه كهبط الاستدعاء والتدوين نتاعه، ثم تحولت الى مقر العوينه. اول حاجه من حيث الشكل، من حيث الشكل زاد حبيت نذكر اللي البارح زياد تم هضم حقوقه في امكانيه حضور المحامي والمحامين معاه لدى بحثه من طرف بحث البدايه. نعم. البارح زياد قبل ما يتوقف اكد على بنته، قال لها قول المحامين يتصلوا بيا ويخلطوا. نعم. علي هذا كان. نعم. واضح وصريح لانه. نعم. المحامين بتحولهم تم منحهم بتعلق انه زياد لم يطلب حضور محامي معاه. نعم. وبعد كي دخلت له زوجته طلب انه الاستاذه دليله مصدق تدخل، وبالتالي. نعم. البارح راهو تم هضم حقوقه في انه يحضر معاه محاميه تطبيق. نعم. الدستور ضمانه المحافظه. نعم نعم. الو الو، يبدو الاتصال الو الاتصال انقطع مع الاستاذ. رجع شفت. وي شفت معناها الباساج اللي نتاع زياد البارح. نعم. وشنو قال وعاودناها برشا مرات، وفي اي لحظه من اللحظات. نعم. في اي لحظه من اللحظات ما حتى واحد ما ينجم يستنتج او حتى يتعصب على اللي قاله زياد، يحس انه كلامه الوجه لاي شخص بالضبط، لاي رئيس دوله معين. معناها كان ينجم يكون يحكي على ماكرون، كان ينجم يكون يحكي وهذا على هو. بايدن كان. وهذا هو معناه الامر الموحش ضد رئيس الجمهوريه. راهو تيل 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 هذه الوقائع يمكن ان تمثل امر موحش ضد رئيس الجمهوريه. وزياد سان جوريست قاري دروا، وكلنا نعملوا هكا معناها في تحاليلنا في مرافعاتنا نجيو نفسروا شو هو الامر الموحش. نعم. ربي معناها انا الايقاف هذايا نحب نعرف شنو هي السند القانوني نتاعو. نعم. شنو هو السند القانوني نتاعو؟ انسان في راديو يحكي يحلل في اركان جريمه. نعم. انه يلقى روحه اليوم ما 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 مربوط في السجن. معناها الامر هذايا معناها تصفيه الحسابات عن طريق القضاء وعن طريق الايقافات راهو امر لا يمكن انه يتواصل. معناها نعملوا شويه لغيزون، معناها شويه عقل. راهو ما نجموش نواصلوا هكايا، ما نجموش نبنيو دوله كما نحكيو نحن نبنيو قائم على الحقوق والحريات ودوله القانون والمؤسسات اذا انه نشوفوا هذا الخارق معناه وهذا الاستهتار بالقانون والاستهتار بحريات العباد. نعم. زياد اليوم واضح هو ضحية لتشنج معناها المنظومة، تشنج المنظومة من حيث حرية التعبير. قاعدين نشوفوا الصحفيين يتحالوا على 54، نشوفوا السياسيين اليوم يتسجنوا على خلفية التعبير على مواقفهم، نشوفوا في المحامين زاد كيف مناسبة أداء وظائفهم قاعدين معناها تلحقهم. نعم. تتبعات. نعم. اليوم الأمر هذا مش معقول. نعم. وكنا في الرابطة نبهنا بالضبط. من خطورة المرسوم 54. نعم. نبهنا من وضع خطورة وضع الحرية اللي وصلنا له اليوم. نعم. واللي هدد معناها اي كان ينجم يعبر على موقف في الفيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي بالاذاعات. نعم. اليوم قاعدين نشوفوا اي واحد يتكلم ينقد السلطه السياسيه. نعم. او الحكومه تتحل فيه معناها. نعم. ما بحث تحقيقي ويلقى. نعم. روحه في السجن. بسام نعم بسام سامحني. نعم. اسمحلي انت رئيس الرابطه التونسيه لدفاع حقوق الانسان اللي عودت التوانسه في مسارها التاريخي على لعب صحيح الدفاع عن الحريات، ولكن دوما كانت تلعب دور الوسيط. نعم. انا نتذكر والدك سي مختار حتى في ذروه ايامات بن علي كان له يهز التليفون ويسال، يهز التليفون يطلب انه يقابل وزير الداخليه، يهز التليفون ويحب يستفسر، يحب كذا بما فيه حتى رئيس الدوله سي توفيق بودربال سي سعد الدين الزبرلي محمد الشرفي. هذا هو تاريخ الرابطه في الوضعيه هذه بسام، والعباد تنتظر منكم معناها الادوار هذه. استفسرتوا بسام؟ استفسرت سيد وزير الداخليه سيد وكيل الجمهوريه؟ حاولت استفسر البارح، كلمت سيد وزير الداخليه لكن للاسف ما تلقيتش رد. كلمت حاولت اتصل بوزاره الداخليه كيف ما تلقيتش رد البارح. نعم. قاعدين نشوفوا حتى المحامين زاد. نعم. العميد حاول يتواصل مع وكيل الجمهوريه اللي ما نجمش يقول ما في باليش البارح. نعم. زاد كيف لم يتلقى. نعم. يا ما في المرحله الاولى ما تلقاش رد حول مساله دخول المحامين. تواصل الرابطه لعب هذا الدور في حكايه اهم ونعتبرها
وربي يعلم وعلى ما نقول شهيد في حال زياد الهاني، وانت تعرف بسام خاصة وخاصة جدا، نجموا تزوروه تطمنوا على صحته. أنا في هذا الكل، في هذا الكل أولويتي صحة الرجل. أنا هذا اللي باش يصير، نعاود نذكر علي زياد حالته الصحية معناها دقيقة، وزياد الحقيقة مهوش معناه في وضعه الصحي، مهوش إيقاف وإلا سجن وإلا بطاقة إيداع. كيف كيف زاد الرابطة تواصل ويلعب دورها في أنها تقوم بزيارة أماكن الاحتفاظ. نجموا معناه تزوروه اليوم، نجموا تزوروه سي بسام، هذا مش يصير، مش نحاولوا أنه نزوروه اليوم باعتبار عن عندها معناها شروط يلزمنا ثم حاجات قبل طبعا بمدة نعلمه، مش نحاولوا نزوروه اليوم ونكونوا جبنا كما عودتكم الرابطة. شكرا كل الدعم مرة أخرى لزياد وكل الصحفيين، وبربي الحرية هي المبدأ والإيقاف هو الاستثناء، ما تنساوش. شكرا للناس اللي تسمع فينا، أكيد ما تنساوش الحرية هي المبدأ. شكرا بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معاي على الهواء مباشرة من عام حزب العمال حمى الهمامي. حمى الهمامي صباح الخير. صباح الخير حمى، كيف تلقيت خبر الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني؟ زياد الهاني قلت البارح بركة كنت نحكي أنا وياه، حكينا على موضوع منع الإعلاميات والإعلاميين ومنع وسائل الإعلام متداول في قضية التآمر على أمن الدولة. نعم حكينا شوية. نعم وأنا نتبع بيت الحال كيف توانسة، نتبع البارح تبعت الحصة نتاعك. نعم وخليني نكون واضح معاك. وقت اللي تبعت وصارك الضحكه اللي عندكم كالفورير اللي صار يصير هذاك، اي طبعا قلت يا ستار تطر انت بالضبط على التاويل. قلت يا ستار لعب، خاطر نعرف عقليه، على الاقل نعرف عقليه الحاكم في تونس. وقت نقول الحاكم بالمعنى التاريخي، بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى السياسي. نعم زياد الهاني فعلا كما كنت توا تحكي وانتوما يحكي على الـ 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 الامر الموحش والفعل الموحش فهمتنا بشكل عام. نعم وحق من حقوقه. نعم وما وشو الجريمه فهمتنا اللي ارتكبها، ولكن وقت يولي ثم استبداد، وقت يولي ثم حكم فردي، وقت يولي ثم الشخص هو اللي يحكم. وهذاك علاش انا بالنسبه لي القضية تاع الحريات زي ما ترتبط بمؤسسات، ترتبط بقضاء عادي، ما ترتبطش بشخص. نعم ما ترتبطش بشخص يرضى ولا ما يرضاش، وبجاه ربي يدخل ولا ما يدخلش. انما المسألة تطرح من حيث فهمت منها المبدأ. انا بالنسبة لي ادين هذا الاعتقاد كما ادنت كل الاعتقالات. نعم مرسوم 54 يلزم يمشي الى مزبلة التاريخ، لأنه خطير وخطير جدا على الحريات، وهذا قاعدين نشوفوا فيه أو حتى إيقاف زياد الهاني راهو للتخويف وللترعيب. باش اللي يجي يتكلم يقول مو عندي عائلة ومو عندي صغار ولا ماني مريض، وزياد الهاني مريض ولا ما هوش مريض؟ وقت نحكوا على مرضى نتاعو نحكيو على حالة مش هي السبب اللي يلزم يقع إطلاق سراح. وزياد الهاني مريض ولا مش مريض يلزم يكون حر ومن حقه بفهمت باش يعطي رايه في الشأن العام. لذلك كل التضامن مع كل الإعلاميات والإعلاميين ومع نقاب الصحفيين والحرية اللي زياد الهاني. شكرا حمى الهمامي أمين عام حزب العمال. دكتور عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز صباح الخير. صباح الخير سي برهان، وصباح الخير للفريق مراد نجيب وكل من معكم. والله تصدمت انا بالخبر، خاصه بسبب الامر الموحش، لاني نعرف زياد وزورته في دارهم باش نطلع على والده سي عبد الرحمن الهاني وقت اللي كان مريض. نعم ونشوف في زياد كيفاش يتصرف مع امه وابوه كانه الولد الصغير، معناها خافض الجناح وتربي وتبهرت به سلوكه. وشفته مره حضرت معاه جنازه في بلاده في زيت رجال الحماده، وشفت كيف معاملته لأهليه والخلق نتاعه، لا يمكن أن ينسب له هذا الأمر بهذه الطريقة. وأنا تواصل عند صباح سي نجيب الزيري يرتجي رئيس الجمهورية سيد، هذه دليل على أنية طيبة وتضامن مع زياد. إنما في بلد ديمقراطي يحكمه القانون لا يمكن أن تكون حريتنا هي رهينة أمر من الرئيس أو رجاء من الرئيس، وهذا النتيجة الحقيقة
للهرس اللي صارت للقضاء وكل الإجراءات اللي عملها السيد قيس سعيد ضد القضاء. نعم. وكل الخطاب ما سيدي ما نقولش عني في الخطاب القوي جدا. نعم. ضد كل من يخالفه الرأي. نعم. طبعا احنا اذا كان النهين والرئيس نتاعنا اهلنا انفسنا حتى وان كان مختلفين معه اكيد. نعم. يزلنا نحترم رموزنا. نعم. لان ذاك احترام لنا جميعا. نعم. ما مش ممكن نتوقف صحفي مثل زياد الهاني او اي اعلامي بصورة مبدئية. نعم. هو صوتنا احنا كشعب كسياسيين كنخب. نعم. الاعلامي هو الصوت نتاعنا اذا كان يصبح تحت تهديد الايقاف. نعم. لاي معناها سبب تافه. نعم. هذا مش معقول جدا. واذا كان متضامن مع زياد ومع عائلته ومعاكم ومع الاعلاميين. شكرا. وطالب باطلاق سراحه فورا ونحط الموضوع بين قوسين. شكرا دكتور عبتي في المكي من عام حزب العمل والانجاز ميتيو الاخبار وباش نرجعوا نصف ساعه نركزوا عليها ايضا بخصوص الحدث بتاع انقلاب قطار رابط بين تونس وجيبس. تبقوا معنا بعد شوية مكملين في اميسيون امبوسيبل مع بورين بسايس على اي اف ام احلى راديو.